للحديث عن تداعيات اقتحام أنصار الصدر للبرلمان ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرادغيس. أستاذ شاهو مرحبا بك. مرحبا دكتور. أمنية جديدة الآن المنطقة الخضراء كل الطرق مقطوعة إليها تحسبا لأي اقتحام آخر، كيف تراقب المشهد؟ تحياتي لك بداية وللمشاهدين الكرام. حقا ما حصل في الأيام السابقة ورأينا سهولة دخول أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء وإلى بنايات البرلمان، على الرغم من أن المئات من الشباب استشهدوا وجرحوا من هذا الطريق عندما حاولوا عبور الجسر وحاولوا الدخول إلى هذه المنطقة، ولكن أعطانا رسالة واضحة بأن المتظاهر عندما يكون مدعوم من طرف سياسي مسلح لا يستطيع الأجهزة الأمنية أن يقفوا بوجههم. هذه الرسالة أعطت للجميع العراقيين بأنهم من يحمل السلاح أو من يؤيده السلاح يستطيع أن يدخل إلى البرلمان ويدخل إلى أي مكان يريده. على عكس ثورة تشرين، صح؟ على عكس ثورة تشرين الذي يعني دفع أكثر من 800 شهيد في سبيل فقط العبور وإيصال رسائلهم، لم يسمحوا لهم لأنه كان صوتا شعبيا ولم يكن صوتا حزبيا. الآن طبعا رأينا أن القوات الأمنية عجزت عن التعامل مع هؤلاء المتظاهرين لأنها تدرك أنهم ينتمون إلى تيار سياسي لديه ذراع مسلح، وبالتالي من الممكن أن يتحرك هذا الذراع. وطبعا أدى هذا الأمر إلى خروج انتقادات للأجهزة الأمنية وخاصة من جماعة الإطار التنسيقي عندما تساءلوا لماذا كان القمع غائبا. يعني الآن بما أن الأطراف السياسية تصارعت على موضوع تشكيل الحكومة، نرى أنها تحرض الأجهزة الأمنية لتصفية بعضها البعض، وكل طرف يريد أن يستخدم هذه الأجهزة ضد الطرف الآخر. للأسف ما نراه اليوم هو أمر طبيعي لغياب الدولة والمؤسساتية في الأجهزة الأمنية، سواء في الأجهزة الأمنية أو سواء في أي مؤسسة حكومية أخرى. نرى أن هناك ازدواجية في التعامل مع الحراك الشعبي، مع مطالب المتظاهرين، مع حراك الشارع. هذه الازدواجية أدى إلى أن يكون من السهل على أي طرف سياسي أن يقوم بإسقاط المؤسسات الشرعية أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الدولة بسهولة، لأنه يستقوي بالسلاح. المالكي في تسريباته لم يعول على القوات الأمنية، ما ترى من تجديدات الآن، هل هو رد على هذه التسريبات؟ طبعا الآن كان هناك تساؤلات كبيرة حول غياب الأجهزة الأمنية وعدم تعاملها بصورة يعني شرسة أو عنيفة كما كانت تقوم مع المواطنين. وتساءل الكثيرون عن دور الكاظمي، هل هو يعني اتفق مع مقتدى الصدر للسماح لهؤلاء المتظاهرين بالدخول لإرسال رسالة إلى خصومه، لأنه بقاء الأمور على ما هو عليه طبعا في مصلحة الكاظمي، بقاء الأمور على ما هو عليه وعدم تمرير مرشح الإطار التنسيقي يصب في مصلحة الكاظمي، وبالتالي ما يريده الصدر في هذه الفترة الحالية هو عدم السماح بتشكيل الحكومة الجديدة عن طريق الإطار التنسيقي والتمديد للكاظمي، ورأينا تغييرات حصلت في الفترة الأخيرة. الآن التجديدات الأمنية أيضا أنا لا أتوقع أنها تستطيع أن تعرقل المد البشري للتيار الصدري. لا يمكن لهذه الأجهزة الأمنية أن تعرقل هذا المد، لأنه مد يستمد قوته من تيار مسلح لديه جماعة مسلحة سرايا السلام وبإمكانهم أن يحركوها. كان هناك معلومات أن سيتم إعطاء مهمة عرقلة أو مواجهة المتظاهرين التابعين للتيار الصدري إلى ميليشيات مثلا ميليشيات شبل الزيدي أو ميليشيات أخرى في عصائب أهل الحق أو أطراف أخرى، ولكن أنا أشك في أن هذه الأطراف أيضا لديها القدرة على مواجهة المتظاهرين التابعين للتيار الصدري، لأنهم كما قلت يستطيعون أن يعني يجمعوا كما كثيرا من المواطنين، وأيضا لديهم ذراع مسلح، وبالتالي لا يمكن حتى للأجهزة الأمنية أو للميليشيات الأخرى أن تواجههم، لأنه في هذه الحالة سوف يحدث الصدام العسكري الذي يحاول. هل ممكن أن تصل النقطة إلى الصدام العسكري من وجهة نظري؟ طبعا الأطراف إذا نظرنا إلى يعني درجة الحدة في المواقف بينهم خلال الفترة الأخيرة نرى أن قد يقترب الأمر من هذا الشيء، رغم أن الفاعل الإيراني ورأينا خلال زيارة إسماعيل قاني إلى العراق وأيضا المحاولات الداخلية يحاولون أن لا يسمحوا بوصول إلى اقتتال داخلي، لأنهم يدركون أن الاقتتال يعني خسارة السلطة. يعني كل طرف يدرك تماما أن المكاسب والامتيازات التي حصل عليها بعد 2003
قد يخسرونها إذا تصادموا بصورة مسلحة، ولكن نرى أن تصفية الحسابات يكون عن طريق تسريبات، عن طريق محاولة ضرب هذا الطرف إعلاميا والتهييج الشارع، تحريك الشارع. يعني إلى الآن نحن نرى مرحلة تحريك الشارع، يعني استخدام الشارع ضد الطرف الآخر، وقد يكون مستقبلا يعني كل الإمكانيات والسيناريوهات واردة، وخاصة بعد ما سمعنا تسريبات المالكي. يعني تسريبات المالكي أكد أن الرجل خائف، يخاف ويريد أن يجهز نفسه ويعني يرتب ميليشيات جديدة، يعني على الرغم من وجود 60 ميليشيا موجودة على الساحة، المالكي أيضا يريد أن يعد ميليشيات جديدة ويوفر لها غطاء المقاومة حتى طيب تكون جاهزة لدعم المالكي. هنا رئيس الحكومة الكاظمي كيف تنظر إلى دوره؟ هل يحاول تبرئة نفسه؟ في بيانه دعا أمس لعدم دعا يعني القوى السياسية إلى عدم إسقاط الأزمات السياسية على حكومته، كيف تنظر إلى موقفه من كل ما يجري؟ أنا أشعر أن موقفه غائب، يعني مجرد إصدار البيانات. يعني نحن نرى أن هناك صراعات حقيقية، نرى أن هناك أطراف تهدد باستخدام السلاح. يعني تسريبات المالكي كان يتطلب تحركا حكوميا عاجلا على الأقل لمحاسبته، هل هذا الكلام صحيح؟ لجنة التحقيق على الأقل، هل هناك طرف يحذر أو يقوم بالإعداد إعداد ميليشيات، إعداد للفوضى، إعداد للعنف؟ للأسف الحكومة كانت غائبة، وحتى في الصراع الحالي الذي يجري. هل هي غائبة أم هي تابعة أم هي خائفة؟ هي يعني حكومة ضعيفة بلا شك. يعني رئيس الحكومة لأنه ليس مثل الحكومات السابقة لديه كتلة برلمانية، وبالتالي يحتاج إلى دعم الجهات السياسية والأطراف السياسية، وبالتالي لا يستطيع أن يتخذ قرارات حاسمة وحازمة في التعامل مع الأزمات الأمنية. نحن يعني خلال منذ تولي هذه الحكومة الجديدة وهي تتوعد وتعطي وعود كبيرة أكبر من حجمها، وأخيرا حتى قتلت الشهيد هشام الهاشمي، إلى الآن 4 مرات محاكمات جديدة. الحكومة لا تتجرأ للكشف عن المنظومة العصائبية أو منظومة العصابات التي تقوم بهذه العمليات القتل، وبالتالي لا يمكن التعويل على الحكومة الحالية لإدارة هذا الملف الأمني والدخول كطرف حيادي يستطيع أن ينفذ القانون. للأسف إلى الآن الحكومة موقفها غائب أو مغيب من قبل الأطراف السياسية. الآن موضوع اقتحام البرلمان كيف سيؤثر على تشكيل الحكومة، وخاصة أن الإطار متمسك بالسودان؟ طبعا موضوع اقتحام، هل هناك تأثير فعلا أم أن طبعا الصدر كان يريد أن يوصل رسالة معينة بأنه قمت بسحب أو بتراجع 73 نائب برلماني، ولكن بجماهيري دخلت البرلمان. يعني ممكن أن يؤثر ويغير بالإطار الذي يريد. طبعا هو طبعا انسحابه أو قراره انسحاب من العملية السياسية، لا يريد انسحاب من العملية السياسية، هو يريد أن يفرض شروطه على الآخرين، ولكن يستخدم كل الأدوات لذلك. الآن دور الجماهير بعد أن قام بسحب نوابه من البرلمان، هذه دخول الجماهير إلى البرلمان مثل 2016 كان الرسالة إلى خصومه، لن نسمح لكم بأن تمضوا بتشكيل هذه الحكومة بالصورة الحالية. حتى رسالة أخرى أيضا، إذا مضيتم وشكلتم الحكومة فإن بإمكان الصدر في أي وقت أن يسقط هذه الحكومة عن طريق الجماهير، عن طريق دخولهم إلى المنطقة الخضراء، دخولهم إلى البرلمان وإلى المؤسسات الأخرى. وبالتالي الصدر نجح في إرسال رسالة لخصومه في الإطار التنسيقي، وهم أيضا ردوا عليه بأنهم متمسكون بالمرشح السوداني. ولكن أنا أتوقع أن التصعيد الحالي، وخاصة الآن المنصات القريبة من التيار الصدري تقوم بالتحريض بدعوة أنصارها للخروج غدا، وتوجههم إلى يعني استهداف السلطة القضائية، يعني رئيس السلطة القضائية فائق زيدان باعتباره يعتبرونه مسؤولا عن الوضع الحالي الذي لم يسمح للتيار الصدري بأن يشكل حكومة الأغلبية. يعني يربطون بين السلطة القضائية وبين الإطار التنسيقي وبين النفوذ الإيراني، يعتبرون السلطة القضائية في العراق جزء من النفوذ الإيراني، وبالتالي يجب استهدافه من قبل الجماهير. الآن هناك دعوة لهذا الأمر، وسنرى غدا إلى أين تسير الأمور، وخاصة أن الأجهزة الأمنية كما قلت لا تستطيع أن تعرقل هذا المد، مد التيار الصدري الذي يستطيع أن يفعل ما يريد استنادا إلى هناك تهديد التيار الصدري باقتحام جديد البرلمان يوم غد السبت، هل تتوقع أن تؤثر على جلسة انعقاد البرلمان؟ طبعا بلا شك، هذه كما قلت أن وسائل أو أدوات الصدر الذي يستخدمها في صراعه مع الآخرين. يعني ممكن أن تتأجل هذه الجلسة؟
ممكن أيضا وأيضا إذا قام بتكثيف ضغوطاته ممكن أن يغير المرشح أيضا، لأنه يفعل كل هذا الأمر حتى يعرقل خطوات الإطار التنسيقي. الصدر يتابع الخطوات الآخرين، لديه ميليشيا مسلحة يستطيع أن يفعل ما يريد، يستند على هذه الميليشيا طبعا. في ظل هذه المنظومة التي الدستور فيها غائب أكثر من يعني أشهر على الانتخابات المبكرة وإلى الآن لا يوجد حكومة، فراغ دستوري، لم يؤسسوا لمؤسسات حقيقية تحل أو يعني تقوم بمعالجة النزاعات التي يحدث بين الأطراف السياسية، وبالتالي ذهبنا إلى استعراض كل طرف بسلاحه ومحاولة الاستقواء بهذا السلاح بدل الاستقواء بالقانون والدستور. يعني أنت مع من يقول أن الصدر أو أنصار الصدر يعني هم هددوا بعدم إدخال أو عدم السماح لدخول أي نائب إلى داخل قبة البرلمان، في هذه الحالة ما الذي سيجري؟ ولو أن يعني معظم العراقيين يعني بدأوا يتململون من هذا الأمر أكثر من يعني قرابة 20 سنة، والحال هكذا هم يعني ينتظرون ولادة حكومة تنقذهم من أي شيء، يعني الحال مثل بعضه، الوجوه تتكرر، الأحزاب نفسها، يعني ما الذي سيجري؟ يعني هذا التهديد، ما قيمة هذا التهديد بعدم إدخال النواب إلى البرلمان؟ سواء عدم إدخال النواب إلى البرلمان أو إصرار التيار الصدري على عرقلة مشاريع الإطار التنسيقي، مشروع الصدر يختلف عن مشروع الجماهير في العراق، مشروع المواطن في العراق. يعني أنا دائما تساءلت عن فرق بسيط، عندما لماذا عندما تظاهر المواطن العراقي جاء الطرف المجهول والطرف الثالث والقناصة والقتل وإلى آخره، بينما عندما يتظاهر التيار الصدري لا أحد يتجرأ على الاقتراب منه. أين الطرف الثالث؟ مشروع المواطن العراقي هو تغيير جذري، مشروع الصدر هو إعادة ترتيب الأمور بما يتوافق مع مصالحه، وبالتالي سواء عرقلوا دخول النواب إلى البرلمان، سواء غدا دخلوا البرلمان مجددا وفرضوا شروطهم على الطرف الثاني ونجحوا في إخضاع الإطار التنسيقي، ماذا سيتشكل؟ هل يتشكل حكومة وطنية؟ لا طبعا، سيكون المحاصصة ولكن بنوع آخر، موازين القوى يميل إلى التيار الصدري. قبل مقتل قاسم سليماني، هل كان الأمر هكذا؟ يعني سلطة إيران ويعني قرارها وتأثيرها على القرار في المشهد العراقي كان أقوى. الآن إسماعيل قاآني عندما جاء، هل فقدت إيران البوصلة؟ يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هل هو تأخير؟ هل هو يعني كسب وقت؟ هل هو مساومة من أجل الملف النووي؟ كيف يفهم؟ طبعا يعني كان دور قاسم سليماني دورا كبيرا ومؤثرا بحكم علاقاته مع كافة الأطراف السياسية وبحكم تاريخه وتعامله السابق معهم وقوته أيضا في إيران. يعني في إيران كان يأتي وراء المرشد، يعني في السلم لديه نفوذ، لديه سلطة، يستطيع أن يفعل ما يريد، لا أحد يحاسبه. البديل يعني لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ضرب قاسم سليماني وأبو المهدي المهندس؟ يعني ضرب قاسم سليماني كان جزء منه إضعاف النفوذ والسيطرة الإيرانية داخل العراق وحتى في المنطقة بالكامل. الآن البديل هو إسماعيل قاآني، نرى أنه ضعيف يعني مقارنة بسليماني، لا يمكن مقارنته بسليماني. يعني ممكن نقول بأن إيران فقدت السيطرة على الوضع في العراق مثلا؟ ليس بشكل كامل طبعا، ليس بشكل كامل، لأنه حتى التيار الصدري الذي يرفع شعارات ضد إيران، وحتى قبل أيام داخل البرلمان قالوا إيران برا برا، العراق تبقى حرة، هذه الشعارات حتى لو أصدروها إلا أن لديهم علاقات قوية ومتينة مع الطرف الإيراني، ولكن بملفات معينة يعاتبون الجانب الإيراني على أنهم يوفرون الدعم الأكثر بصورة أكثر للإطار التنسيقي. يعني إيران لديها علاقات مع كافة الأطراف في العراق، ولكن الآن بسبب فقدان هذا الرجل قاسم سليماني وأيضا بسبب عدم جدارة إسماعيل قاآني على إدارة الملفات، من الممكن أن نقول أنها تراجعت نفوذها وليس نفوذها كما في السابق. وأيضا حراك تشرين الذي كان من أبرز مطالبه إنهاء التدخلات الإيرانية وأيضا وضع حد لوكلاء إيران داخل العراق، أثر بشكل كبير على حتى باقي الأطراف العراقية السياسية، أصبحت تخشى أن تعلن بالولاء أو تخشى أن تذهب في يعني في ضمن السياسات الإيرانية خوفا من ردة فعل الشارع، وهذا الأمر أثر أيضا على النفوذ الإيراني، يعني أضعف النفوذ الإيراني أكثر. وأيضا جماهير التيار الصدري، يعني حتى لو كان بحكم النزاعات السياسية بين التيار والإطار، إلا أنهم
يعلنون أنهم ضد التدخلات الإيرانية داخل العراق، وهذا شيء يعتبر إيجابي يعني مقارنة بالوضع سابقا. ولكنهم أيضا مشاركون في الحكومة، وماذا فعلوا للعراقيين وماذا فعلوا للشعب العراقي؟ طبعا إذا تذكرنا حتى اختيار عادل عبد المهدي كان بتوافق بين مقتدى الصدر وهادي العامري، ومن الممكن أن يتكرر هذا السيناريو أيضا مستقبلا. ولهذا نحن دائما نكرر ونقول يجب على المواطن العادي أن لا ينجر في هذا الصراع الآن، يعني أن لا يتدخل حتى المواطن التشريني والذين شاركوا في التظاهرات أن لا يشاركوا في هذه التظاهرات، لأن التظاهرات الحالية مختلفة، هي صراع سياسي بين طرفين، كل طرف يريد أن يحقق مصالحه ومكاسبه، هذه المصالح لا تتوافق مع مصالح العراقيين الذين يريدون التغيير الجذري، يريدون يعني لا يريدون يريدون تحقيق مقولة المجرب لا يجرب بشكل فعلي وليس مجرد شعارات. يعني التيار الصدري كان مشاركا في الحكومات وفي السلطة منذ 2003 وحتى الآن، لماذا الآن يريد أن يعطي صورة مختلفة بأنه هو الذي يمثل الشارع؟ إذا نشكرك شكرا جزيلا أستاذ شافو القرداغي الباحث في الشأن العراقي ضيفي الكريم في الاستوديو. شكرا جزيلا.